وحدة من الجيش الوطني تقضي على عدد من الإرهابيين في اشتباكات بجبل مغيلة. أهالي أولاد سلطنية يشيعون جثمان شهيد مبروك السلطاني، ورئاسة الحكومة تقر إجراءات لحماية التجمعات السكنية المتاخمة للجبال. قمة العشرين بأنطاليا التركية تشدد على مكافحة الإرهاب والقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رغم الأسى ووحشية الإجرام الإرهابي، فإن جيشنا وقوات حرسنا وأمننا الوطني في طريقه إلى دحر الإرهاب وقطع دابر القتلة. وبالفعل تم خلال الساعات الأخيرة ومنذ سماع خبر استشهاد الراعي الصغير مبروك السلطاني، تم تعقب الإرهابيين بجبل مغيلة، حيث تم القضاء على عدد منهم في معاقلهم. العثور على جثة أحد العناصر الإرهابية التي استهدفت من قبل قواتنا العسكرية بمنطقة عين الجحفة من جبل مغيلة. مصادر عسكرية أفادت بأن الفوج الخاص بالجيش الوطني تمكن من تحديد وكر تتحصن به مجموعة إرهابية يفوق عددها 15 عنصرا. انطلقت الصباح حوالي الساعة 9، يعني مواجهات بين الجيش والإرهابيين خاصة في المنطقة هذه اللي نسموها نحن في جحفة الصيد، مقابلتها يعني عين الجحفة. في الموقع هذاك متمركزين الإرهابيين، يمكن صباح بكري ما فقناش به الجيش وقتاش وصل، يعني أما اللي رينا أنه من بعد ثم جيش وحدات أخرى ما وسط التحقت يعني بالجيش. أنا المرة الأولى كرتوش لا إطلاق نار في الأول متواصل، ثم يعني من بعد إكلات قوية معناها ضربة قوية. اشتباكاتنا انطلقت منذ صباح اليوم مع هذه المجموعة، تمكنت خلالها الوحدات العسكرية من القضاء على عدد منها والعثور على إحدى جثثهم. القوة العسكرية تواصل محاصرتها لخندق تتحصن به مجموعة إرهابية، ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في صفوفها. متساكنو سفوح الجبال استبشروا خيرا بهذه العملية النوعية، وأكدوا على تضامنهم مع وحداتنا العسكرية المرابضة بالجبل. حاليا المواطن بدأ يشعر، خاصة نحن في سفوح الجبل المغيلة بدينا نشعر شوية بالاطمئنان، خاصة أن يعني الجيش وحدات تواجد معناها مكثفة اليوم. كنا لو أنه نلقوا كيفاش حتى نخرجوا نحن نجبدوها من الناس هذوما من الجبل نخرجوا لهم بيدينا. كل مساعدة مرا وراجل وكبير وصغير وكل مساعدين النجم، ونحن حاليا نحب نثأر الودنا نخرجوا لهم تو إذا كان مش الجيش حيزنا نخرجوا لهم نحن ونهبطهم تو من الجبل. أياد غادرة طالت بالأمس مدنيا أعزل، تقطع اليوم أطرافها من قبل قواتنا العسكرية التي تجندت لأجل استئصال هذه الآفة من هذه الربوع. ولئن استشهد خيرة رجالاتها فالشهادة في سبيل هذا الوطن عزة وفخر. نادي رتيبي للتلفزة الوطنية التونسية، جبل مغيلة. وينضم إلينا عبر الهاتف المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع. أهلا بك سيد المقدم. أولا، ما هي آخر تطورات العمليات العسكرية الجارية بجبل مغيلة؟ أول شيء مرحبا بك وبالسادة النظارة، نقدم بتعازينا لعائلة أصغر شهيد الإرهاب مبروك السلطان. ثم بالله اسمح لي باش ناخذ شوية وقت، نعرف اللي الشعب التونسي ينتظر معنا في تدخل وزارة الدفاع باش تعطي أكثر ضوء لشنو اللي صار. نعم تفضل. أول حاجة نقولوا كونه وقت اللي الناس تنتقد في غياب المؤسسة العسكرية والأمن أو غياب الدولة، أولادنا وقتها موجودين في الجبل رغم الخسائر اللي تكبد ليها ونتكبدوا فيها. نعم. وقت المؤسسة العسكرية تسكت راهو مش معناها مش موجودة، وقت المؤسسة العسكرية تسكت مش معناها مش قاعدة تخدم، راهو سكوتنا ضمان نجاح العملية وسلامة أفرادنا. نرجع طول العملية. نعم. من اللي تم إعلام المؤسسة العسكرية الخمسة ونص طرف الحرس الوطني، الستة انطلقت وحداتنا للمنطقة العمليات اللي وصلتها مع الثمانية، يعني نهار الجمعة الثمانية القوات العسكرية موجودة في المنطقة تتعقب في العناصر هذه. واضح. العملية كان ممكن تنتهي يوم أمس لأنه تم تحديد مكان الجثة ومكان تواجد الإرهابيين، وكان بإمكاننا تقديم يعني الجثة
لعائلته ومعها العناصر الإرهابية، إلا أنه تدخل يعني عناصر أخرى مدنية في المنطقة منعنا من القيام بالمهمة هذه، وكان ممكن يفشلها. احنا نتفاهموا يعني الحسرة متاع المواطنين متاعنا ولوعتهم على فقدانهم لابنهم، ويعذرونا لأننا نحن ما كناش بإمكاننا نعلموهم لضمان سرية العملية ونجاحها. تم طيب. إعلام السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب لما كان متواجد غادي، لكن المواطنين تعرف نجم تتسرب المعلومة وتفشل. رغم هذا وحداتنا غيرت من خطة، ومدي كان هدف المستهدف هو هدف ثابت ولا هدف متحرك، وتمكننا اليوم من الوصول مكان الموجودين فيهم والاشتباك معهم. الاشتباك هذا وقع حوالي الساعة 9 صباحا. نعم. أنهم كانوا متمركزين قاموا بفتح النار على عناصرنا، مما تسبب في استشهاد أحد العسكريين رحمه الله. شكرا. نقدم بالمناسبة التعازي لعائلته وللمؤسسة العسكرية بصفة عام. وتمكنت قواتنا من رد الفعل والقضاء على عنصر إرهابي وإصابة عدد آخر إصابات مباشرة. نعم. فيهم ثلاثة إصابات على الأقل قاتلة. نقول قاتلة باش ما نقولش يعني تم قتلهم لأنه معنا جثث. تمكننا من الحصول على جثة واحدة، وإن شاء الله العملية مازالت متواصلة، ومتأكدين كوننا معناتها في الساعات القادمة. ملخص القول الحصيلة سيد نعم. بلحسن الوساتي، ملخص القول الحصيلة النهائية يعني هناك عنصر قد قتل وثلاثة لا، هو الإصابات أكثر من ثلاثة، لكن الإصابات المباشرة اللي نرشحوا كونهم قضوا حتفهم. أشكرك. هو ثلاثة. نعم أشكرك المقدم. لا مازال فما تم حجز في العملية. تفضل. سلاح كلاش كمية من الذخيرة. نعم. خمسة قنابل مضادة مضادة للأشخاص، وكذلك حزام نيسف وبعض المعدات الأخرى إن شاء الله نعطيكم شيء بالضبط في مناسبة قادمة. أشكرك إذن المقدم بالأحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. إذن شيع أهالي منطقة أولاد السلاطنية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد جثمان الشهيد مبروك السلطاني الراعي إلى مثواه الأخير بمقبرة المنطقة. في موكب جنائزي مهيب وفي جو من الخشوع شيع أهالي منطقة السلاطنية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد جنازة الطفل الشهيد مبروك السلطاني إلى مثواه الأخير على إثر العملية الإرهابية التي راح ضحيتها دفاعا عن قوته ومصدر رزقه. أهالي الشهيد طالبوا الحكومة بتوفير الأمن لمنطقتهم الجبلية وعبروا عن استعدادهم لمزيد التضحية من أجل الوطن. طفل عمره 16 سنة أعطاه درس قوي برشا للناس الكل، شجاع الطفل هذايا، صحيح في الآخر تذبح ومات موتة شنيعة، أما أعطاه درس في الشجاعة، ما كسبوا معزتين ما حبش يسلم فيهم، أعطانا ميساج قوي يلزم التوانسة الكل يتوحدوا ويكونوا كيما مبروك السلطاني. المحميين معناها نحبوا الحاكم ديما يتفكرنا وديما يحمينا وديما معناها الحاكم معناها يكون منتظر لنا الحاجة دم لم. احنا راهو ما قلقناش نموتوا واحد يموتوا 10 يموتوا 20 راهو عادي فهمت، اما لكن حاجتنا بالامن باش يامنون لا اكثر لا اقل. كتيبه الدوله المكلفه بملف شهداء وجرح الثوره مجدولين الشارني ولدى حضورها لجنازه الشهيد استعرضت الاجراءات الاستثنائيه التي اتخذتها الحكومه لفائده متساكني المناطق الجبليه. فما اجراءات استثنائيه اخذتهم الحكومه اللي هما الاولويه في التمتع بمنح دعم موارد الرزق، كيف كيف الاولويه في توظيفهم بصفه متعاقد بالنسبه لحراسه الغابات، وفما ان شاء الله اجراءات اخرى. يشار الى ان قوافل من تونس وسوسه والقصرين ضمت مجموعه من ممثلي مكونات المجتمع المدني حلت بمنطقه السلاطنيه لتقديم التعازي لاهالي الطفل الشهيد مبروك السلطاني والتضامن معها. أما بالنسبة للحالة النفسية للطفل شكري يا سلطاني مرافق الراعي فقد أكد فريق طبي مختص أنها حرجة جدا، وحسب ما صرحت به وزارة المرأة والأسرة والطفولة فإن الفريق الطبي المكلف بتقديم الإحاطة النفسية للطفل شكري سلطاني البالغ من العمر 15 سنة تعهد بالتكفل به وتأمين المتابعة النفسية لحالته الهشة بعد أن عهد له الإرهابيون بالعودة برأس مرافقه الراعي الشهيد مبروك السلطان إثر تنفيذ جريمتهم النكراء في حقه،
ودعت الوزارة إلى عدم إجراء لقاءات صحفية مع الطفل حول هذه الحادثة الشنيعة. ومتابعة للتطورات الأمنية، قرر رئيس الحكومة لحبيب الصيد التسريع في تجسيم الإجراءات والتدابير المتصلة بحماية التجمعات السكنية والمواطنين في المناطق المتاخمة للجبال، وعرب خلال إشرافه على اجتماعه خلية التنسيق الأمني والمتابعة المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة عن حرصه على ضرورة توفير الإحاطة والرعاية لعائلات الشهداء المدنيين وملاحقة العناصر الإرهابية وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والمنشآت. وتم التأكيد في هذا الاجتماع أيضا على ملازمة اليقظة ومزيد إحكام التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتكثيف العمليات الاستباقية والتصدي للمخاطر الإرهابية التي ما زالت قائمة. وفي موضوع آخر، أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها اليوم أن رئيس الحكومة لحبيب الصيد قرر تعيين رشاد يونس مشرفا على تسيير شؤون مؤسسة التلفزة الوطنية بالنيابة خلفا لمصطفى بلطيف. وإلى حادثة وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية بقسم التوليد بالمستشفى الجوي بتوزر، وبعد أن تم تحويله إلى أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة أين فارقت الحياة السبت الماضي. هذه الحادثة كشفت حقيقة ما يعانيه القطاع الصحي بالجهة من صعوبات وإشكاليات، أهمها نقص الإطار الطبي المختص. أسماء في عقدها الرابع من العمر فارقت الحياة على إثر عملية ولادة قيصرية بعد معاناة دامت أكثر من 13 يوما. معاناتها انطلقت من المستشفى الجهوي الهادي جبلة بتوزر لتفارق الحياة بمستشفى فاطمة بوربيبة بتونس. عائلة أسماء اعتبرت هذه الحادثة هي نتيجة تقصير طبي وما يعانيه مستشفى توزر من نقص فادح في معداته. وقت اللي كانت منها حياتها رهينت منها حركة سريعة لدقيقة ودقيقتين، بقت 24 ساعة وهي تنزف إلى أن منها وصلت في حالة منها ذنك لتونس. تعبت يسر حتى الأطباء غادي معناتها حاروا فيها أربع، وصلت أربع دم. كي وصلت تونس وفاة ولا ما زالت قاموا بالواجب بتاعهم غادي، معناتها بالرغم من التهاون اللي صار في توزر. حالة أسماء ليست الأولى بولاية توزر، بل هناك العديد من حالات الأمهات التي عانينا نفس الصعوبات. مش الحالة الأولى ومهيش الحالة الثانية ومش الثالثة حالات، وتو عندي قريبتي وعندي بنتي وعندي أختي الحالين حبلات، لكن تو عاد يفكروا منين باش يجيبوا حق الكلينيك. طبيب واحد مختص في قسم الولادات من الأسباب التي ساهمت في تعقيد وضعية هذا القسم، هذا ما صرح به بعض الأمهات. أربع الخدمة نخدم فيها، الماتريال موجود لكن المشكلة في الطبيب. مدير المستشفى اعتبر وفاة أسماء خارج عن نطاق المستشفى، وأن الطاقم الطبي قام بكل ما بوسعه لإنقاذ حياتها. قانونيا الطبيبة المباشرة لها ارتأت أنها تنتقل إلى مستشفى جامعي بعد استشارة الطبيب المباشر في المستشفى الجامعي. احنا كإدارة وفرنا لها وسيلة نقل في أقرب وقت ممكن، اللي هي ولدت نهار 25، وقع نقلتها نهار 26 صباحا. 2600 حالة ولادة منذ سنة 14 و2000 إلى موفى شهر أكتوبر لهذه السنة، سجلت فيها وفاة أم سنة 13 و2000 وحالة وفاة رضيع واحد، رقم وإن بدا عادي إلى أنه لا يخفي النواقص العديدة بهذا القسم، ولعل أهم المطالبة بتدعيمه بأطباء اختصاص في أقرب الأجل. العنف الجنسي ضد الأطفال موضوع مسكوت عنه رغم ارتفاع عدد المتضررين منه. دراسة حول الإطار التشريعي لمكافحة هذه الظاهرة قدمت اليوم في إطار يوم دراسي ضمن مشروع التوعية والوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال تنفذه جمعية المرأة والريادة وجمعية تونسية لحقوق الطفل بدعم من الاتحاد الأوروبي. نظراتهم البريئة، ابتسامتهم، تحركاتهم قد تكون يوماً ما مهددة باعتداء لا إنساني يشرخ براءتهم وينتهك حرمتهم ويقتل طفولتهم بعد أن تحول إلى خطر يهدد المجتمعات. أرقام رسمية خرقت حاجز الصمت. العنف الجنسي ضد الأطفال جريمة قد تكون أرقامها المعلنة أضعاف ما هو معلن،
لغة الأرقام تتحدث عن قرابة 340 حالة سجلت بين 2013 و2014 أكثرها تحرش جنسي. ارتفاع الرقم يعود إلى عدة أسباب، فالموضوع في حاجة إلى مراجعة جذرية حسب دراسة حول الإطار التشريعي لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال. ما خلصنا إليه إلا أن توجد نوع من العطالة ديسفونكسيونمون على مستوى التشريع، عطالة تشريعية وعطالة مؤسساتية. المنظومة التشريعية الجزائية التونسية في زجر العنف الجنسي ضد المرأة والطفل والفتيات يعني هي منظومة كلاسيكية تقليدية، لابد من مراجعة النظام العقابي. قمنا بعمل كبير مع الشركاء متاعنا على مستوى الروضات بدعامات بأدلة تدريب بأدلة توعية للأطفال للأسر للمربين. كسر حاجز الصمت وتكثيف التوعية والوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال كانت أيضا من النقاط الأبرز في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. عنا عمل كبير في تطوير التشريعات إن شاء الله باش نطلقوا في سنة 2016 مع الوزارة ذات العلاقة، وكذلك بتشريك المجتمع المدني، كذلك سيتم التعامل معه في نفاذ إلى الخدمة، وجود الخدمة متساهلة لجميع الأطفال المتعرضين للنوع هذا من العنف، وجودة الخدمات والتنسيق الشبكي والوقاية. جملة من النقاط تنضاف إلى دراسة الإطار التشريعي لمكافحة العنف الجنسي ترفع لاحقا في شكل توصيات إلى الوزارات المعنية ومجلس نواب الشعب في محاولة للالتفات والالتفاف حول موضوع يؤرق عندما يطرح. صرح وزير الصحة خلال تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري برفع ميزانية أدوية الأمراض المزمنة إلى 3 أضعافها لتبلغ 48 مليون دينار مع تجديد الرقابة على توزيعها. ببعض من الحركات الرياضية يسجلون حضورهم هنا على اختلاف أعمارهم ضمن سلسلة من الأنشطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة السكري مرض العصر. تشير إحصائياته إلى إصابة أكثر من 11% من السكان به، رقم دفع بالعديد لإجراء فحص مجاني. تهنيت على صحتي بالقدر الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. مش نعرفوا شنو بداخلنا مرضى ولا لا. فما ناس ما يفتنوش برواحهم وهم فبتكون اوكازيون باش يعرفوا رواحهم. اون بليس انا صغار زاد باش يعرفوا واش معناتها مرض السكر. عباد اللي عندهم ديابيت ونقيسوا لهم ونشوفوا لهم قداش عندهم السكر وكله، وكان اللي نلقاو عنده نبعثوا نشوفوه عند طبيب ينصحوا. نصح وارشاد وتقصي لهذا المرض الذي يتطلب نظاما خاصا امنته تظاهره ساقي ساقك ضد مرض السكري. ميزانيه نتاع الادويه نتاع الامراض المزمنه اللي ضربناهم في 3 كانوا 16 مليون دينار باش تعداو 48 مليون دينار. واش تمشاو ولا تلزمنا مع الرقابه فيما يخص مع توزيع الادويه، مش كل تونسي كل تونسيه خاصه في الامراض المزمنه كي تستحق دواء تلقى دواء نتاعها في المراكز الصحه الاساسيه. وخطير معناتها من العمر من 40 سنه لازمهم يعملوا تشخيص ويشوفوا كان عندهم سكر كما نقولوا احنا في تونس سكر في الدم، وباش يجموا يعالجوه في اقرب وقت. غرس الثقافه الطبيه لدى المواطن للالتجاء الى الاستشفاء بالمياه اللي يساهم درجه كبيره باش يحافظ على اللياقه البدنيه، وبالتالي معناتها يطبق المقوله الجسم السليم في العقل السليم. تظاهرات سنويه مناسبتيه للتقصي المجاني لمرض السكري ربما يكون تعميمها على مدار السنه سببا في التقليص من نسبه المصابين به. وفي هذا التقرير نقدم لكم ملمحا لمصاب بمرض السكري تعايش مع المرض بالمتابعه الطبيه واتباع نظام غذائي سليم، كل ذلك ساعده على مواصله العمل وجنبه عديد المضاعفات. نزار الدالي 37 سنة أصيب منذ 5 سنوات بمرض السكري، تفطن إلى ذلك المرض الصامت الذي أصبح مزمنا بعد أن تعكرت صحته ما استوجب مراجعة الطبيب. اللي تفطنت لي في الليل نقوم وليت نمشي برشا للتواليت بليتو نعرق. هذا شنو اللي صار لي في الأيامات معنا الأولانية، وليت تعديت مشيت عملت تيست نلقى فوق 4 غرامات. الحاجه معناها اللي فاجاتني وبليتو لقيت 15 ملي جرام في موجوده معناها كيما تريغليسيريد.
إصابة نزار بمرض السكري كان نتيجة التوتر الذي تفرضه ضغوطات الحياة، منها مشاكل التنقل وظروف العمل. وأكثر حاجة تنجم تكون هي الخدمة والترانسبور، معناها الزوج اللي يقلق. ترانسبور تقعد تستناه برش حتى لين تولي تتنرفز، وعندك الخدمة مع الكونتاكت مع الببليك، خاصة أننا نخدم معناها كاسيه في معهد لادي الرئيس لأمراض العيون، الكونتاكت مع الببليك هو اللي ينرفز برشا. خبر إصابة نزار بمرض السكري كان صادما في البداية، على اعتبار أنه ما زال في مقتبل العمر ليصبح واقعا وجب التعايش معه بالمتابعة الطبية والقيس والتقصي، فضلا عن اتباع حمية غذائية. مشيت تبعت في النيتريسيون، ومن النيتريسيون قعدت لي نتبع عند معناها غاديك الطب بليتو في سيرفيس سي، تلاقوا بيا بالكدا. انا تو متعدي من هنا نلقى فما جورني نتاع لي ديابيتو، تعديت جد زاد كيف كيف معناها كلي جيت نقيس سكر بليتو فرحت نلقى خاطر علاش بليتو هي 2 غرام يكالك صحيح معناها تو كبيره برابور لي انا معناها كلي كل يوم معناها في 4 غرام 3 غرام يكالك. هو نموذج لمريض تعايش مع مرض مزمن بخلق التوازن بين العنايه بصحته والعمل. إلى الحياة السياسية الآن، حيث نظمت التنسيقية الجهوية للمعارضة ندوة تفاعلية بجابس لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية تحت عنوان مصالحة اقتصادية عادلة أم تبييض للفساد. نظمت التنسيقية الجهوية لأحزاب المعارضة الوطنية بجابس ندوة تفاعلية للتصدي لقانون تبييض الفساد، ندوة وضعت تحت عنوان مصالحة اقتصادية عادلة أم تبييض الفساد. واعتبر فيها عدد من المتدخلين أن قانون المصالحة قد قسم البلاد ويتنافى حسب رأيهم مع منظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور. هذا القانون يعني يحدث لجنة أعمالها خاضعة للسلطة التنفيذية، أعمالها تخضع للسرية، إذن هو يكرس التعتيم ويضرب منطق الشفافية، وكما يضرب منطق المحاسبة يعني هو يكرس عقلية الإفلات من العقاب. لكل هذه الاعتبارات نحن اعتبرنا هذا القانون قانون لتبييض الفساد والفاسدين، واعتبرناه غير دستوري، واعتبرناه ينحرف أو ينقلب على مسار العدالة الانتقالية. سحب هذا القانون مسألة شدد عليها البعض لأن ذلك سيحول حسب رأيهم دون تواصل الفساد. اليوم وجب إعادة النظر فيه بعد سحبه وتقديم مشروع آخر في صورة ما نحب نسرعه، هذا ممكن، أما يمشي ما يمس حتى شيء من جوهر العدالة الانتقالية بمحطاتها حتى تونس معناتها ترتاح كما يقولوا هالجرح هذا نسكروه ونمشيوا للمصالحة الوطنية اللي هي الهدف الأسمى، أما من غير من نخربوا عملية يلزمها تأني. بين من ينادي بإقرار قانون المصالحة ومن يرفضه يبدو البون شاسعا ولكل طرف مبرراته، فهل يتم التوصل إلى توافق؟ تناول اجتماع المجلس الوطني لحزب أفاق تونس اليوم مسألة الإعداد لكيفية إعداد المؤتمر الوطني للحزب وتحديد تاريخ انعقاده وتنظيمه، إلى جانب التطرق إلى الوضع العام في البلاد. جدد حزب أفاق تونس خلال اجتماع مجلسه الوطني تمسكه بعقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب في الفترة الممتدة بين شهري مارس وماي للسنة القادمة. يأتي هذا بعد أن انطلقت لجنة الإعداد للمؤتمر صلب الحزب منذ فترة في تحضير اللوائح وصياغة الخيارات والسيناريوهات المحتملة لعقد المؤتمر الوطني وتنظيمه. رينا للتوجه العام على الأقل، فما ممكن زوز تواريخ نجم يكون فيهم تاريخ المؤتمر، نجم يكون في آخر مارس أو في آخر ماي، هو والطريقة اللي باش تنظم به. المجلس الوطني لحزب آفاق تونس تناول الوضع العام في البلاد ومتابعة عمل الحكومة من خلال التأكيد على ضرورة تحسين أدائها، خاصة في ظل الصراع الذي تعيشه حركة نداء تونس والذي قد يؤثر على سير عملها. حزب نداء تونس المسألة اليوم ولات مسألة تهم الشأن العام، ما عادش تهم ربما الحزب الشريك والحليف في الحكم، لأنه فما تداعيات عليها سياسية، أول شيء على عمل مجلس نواب الشعب، ثاني حاجة على تنسيقية الأحزاب. احنا البارح تلاقينا لأول مرة مع سيد رئيس الحكومة بدعوة من سيد رئيس الحكومة، ولكن التنسيقية عندها تقريبا شهرين ما خدمتش. وبخصوص الانتخابات البلدية، أشار الحزب إلى بدء استعداده لهذا الاستحقاق الانتخابي بإحداث لجان في مختلف الولايات تشرف على تنظيم وإعداد برامج المحطات الانتخابية القادمة.
احنا قاعدين نستعدوا للاستحقاق الانتخابي هذايا. عندنا لجنه قاعده تشتغل على الانتخابات البلديه على النطاق المركزي معناتها في تونس، وعملنا في كل الجهات اللي احنا متواجدين فيهم. عندنا لجان في كل الجهات قاعدين يحضروا في الانتخابات هذايا. قيادات حزب أفاقي تونس اعتبرت خلال مجلسها الوطني أن المناخ السياسي في البلاد ساهم بقسط كبير في تعطيل الإصلاحات الملحة التي عملت عليها الحكومة خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. نقبيا الآن، تم بمدينة المنستير إمضاء برقية إضراب في القطاع الخاص والتي تشمل ولايات الساحل يوم 26 نوفمبر الجاري في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعثر المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. هذا الاجتماع النقابي بمدينة المنستير والذي جمع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي مع ممثلي هيك القطاع الخاص والعمال بالجهة، يأتي ضمن سلسلة من التحركات والإجراءات التي أقرتها المنظمة الشغيلة بعد تعثر المفاوضات بينها وبين منظمة الأعراف بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. أرفعت مؤسسات الاتحاد وهيكل الاتحاد أن تحدد جملة من الإجراءات فيها احتجاجات، فيها تحديد مواعيد إضرابات تنطلق من صفاقة يوم 19 والساحل يوم 26 للمهدية المسير سوسة ونابل وزقوان. هذه البرقيات الإضراب، والآن أنا أمضيت على برقيات إضراب في الولايات المذكورة، هذه إضراب إقليمي. نحن كاتحاد عام الشغل أيدينا ممدودة للمفاوضات. ولأن المنستير تعد من الأقطاب الاقتصادية الهامة في تونس، فقد أشار ممثلو هياكل القطاع الخاص إلى ضرورة الزيادة في الأجور. الجهة كان ما ترتكز على القطاع الخاص، وذاك علاش نقول اليوم منها الدعوة للأطراف الكل، منها كأعراف كحكومة، يلزم منها تلقى الحل الجذري لهذا القطاع. من جهته صرح المباركي بأن هناك اتصالات من عديد الأطراف لإنهاء هذا الخلاف بين المنظمتين. إن شاء الله نوصل إلى بوادر الانفراج، إن شاء الله احنا دعوتنا أنه تنطلق المفاوضات في أقرب وقت وإن شاء الله الجمعة الداخلة بشكل جدي وبشكل تخلينا ننهي الملف هذا، لأنه تنتظرنا ملفات كبرى، تنتظرنا ملفات كبيرة لبلادنا. وللإشارة في أن أمام الرباعي الراعي للحوار موعد 10 ديسمبر القادم بأوسلو لتكريمهم بجائزة نوبل للسلام، فمتى سيذوب الجليد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف؟ أفادت خلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية بأن إحدى شقيقتين التونسيتين اللتين تم الإعلان عن وفاتهما في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس ما زالت على قيد الحياة وهي في غيبوبة وفي حالة حرجة. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تونسيا مقيما بفرنسا أصيب أيضا في هذه الهجمات وهو يخضع الآن إلى عملية جراحية، والجالية التونسية وبعد هذه الأحداث قد تنتاب بعض أفرادها مخاوف من استهدافهم كمهاجرين ممن قد يخلطون المفاهيم. ككل الجاليات العربية والأجنبية في فرنسا، تتعايش الجالية التونسية مع النسق المتسارع لتطورات ملف العملية الإرهابية في باريس، وسؤالهم هل سيكتفون بدور المراقب لما ستؤول إليه مستجدات الملف أم سيستهدفون كمهاجرين على الأقل ممن يخلطون المفاهيم؟ المواقف تباينت حيال هذه المسألة، لكن الإجماع قائم حول إدانة ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود. كمواطنين عايشين لهنا، معناها لي زيترونجي بصراحة كلنا نحن أثر فينا ياسر الحكاية هذه. أخص باش تأثر على الجالية العربية والأمة الإسلامية بصفة عامة، وخاصة احنا المهاجرين، احنا هو اللي باقيين نخلصوا كاش. مش العرب الكل عندهم معناتها الطبع ذي، معناتها التطرف والإرهاب، حتى هما نتصور عندهم متطرفين وفي دياناتهم. السلطات الفرنسية أبدت من جهاتها صرامة في الإجراءات التي ستتخذها في إطار محاربة الإرهاب على أراضيها، لكن بعض الأصوات السياسية ارتفعت تنديدا بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها فرنسا، واعتبرت أن ما حصل من اعتداءات ليس إلا انعكاسا لذلك، وهو ما قد يثير مخاوف بعض المهاجرين من دفعهم لضريبة هذه العمليات الإرهابية في المستقبل. سيستفيد كل من يدعو إلى التضييق
على المهاجرين والتضييق على المسلمين في فرنسا. نحن كجالية تونسية مندمجة اندماجا كليا في المجتمع الفرنسي على مستوى المثقف وعلى مستوى العامل وعلى مستوى المرأة وعلى مستوى الطفل وعلى مستوى الطالب. هجمات باريس الإرهابية قد تنعكس نسبيا بالسلب على صورة المهاجرين خاصة لدى مؤيدي الأحزاب اليمينية. شق سياسي من المتوقع أن يعتمد على ملف الهجرة كوقود لحملته الانتخابية في ظل استعداد فرنسا لإجراء الانتخابات الإقليمية الشهر القادم. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية باريس. وكشفت السلطات الفرنسية اليوم عن هوية أحد منفذي الهجمات الانتحارية التي شهدتها فرنسا الجمعة الماضي. الهجمات وصفت بالدموية والأشرس التي تطال أحد البلدان الأوروبية. بعد مرور يومين تقريبا تمكنت السلطات الفرنسية من التعرف على هوية أحد الانتحاريين الثلاثة الذين شنوا هجمات على مسرح باتيكلون في باريس. يدعى إسماعيل عمر مصطفى وهو فرنسي الجنسية مولود في إحدى ضواحي العاصمة يبلغ من العمر 29 عاما. وقد قامت القوات الأمنية باعتقال شقيقه ووالده للقيام بالتحريات اللازمة، فيما تتواصل عملية ملاحقة أشخاص آخرين لهم صلة بواقعة إطلاق النار. كما أوضح المدعي العام في باريس فرانسوا مولا أن هذا الانتحاري له سوابق عدلية وكان محل متابعة من قبل المخابرات الفرنسية بعد أن بدأت تظهر عليه علامات التشدد الديني وله سجل جنائي، لكنه لم يمضي عقوبات في السجن. وبين المدعي العام أيضا أن ثلاث خلايا جهادية نسقت الهجمات على حانات وقاعة حفلات وملعب لكرة القدم بالعاصمة باريس، المكان الذي يشهد عمليات تمشيط واسعة تمكن خلالها المحققون الفرنسيون من ضبط عدة بنادق كلاشينكوف من النوع الذي استخدم في هجمات باريس. في سيارة عثر عليها بالضاحية الشرقية للعاصمة يعتقد أن بعض منفذي الهجمات استخدموها. ومن أجل مواجهة الإرهاب ووضع استراتيجيات تتصدى لهذه الظاهرة، دعت فرنسا لعقد قمة طارئة لوزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي يوم 20 نوفمبر الجاري بهدف تسريع وتيرة تطبيق إجراءات أمنية تجري مناقشتها بالفعل، تتضمن مقترحات لإدخال تغييرات على اتفاقية شنغان للحدود المفتوحة التي تشمل بعض الدول الأوروبية. وبعد أحداث باريس سيطر موضوع مكافحة الإرهاب على النقاشات في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها تركيا، ومن المنتظر أن تصدر المجموعة بيانا تضع فيه خطوطا عريضة لتعهدات مشتركة في مكافحة هذه الآفة. الدول العظمى تقف متحدة في مواجهة الإرهاب هي رسالة الأبرز التي بعث بها قادة دول مجموعة العشرين من مقر اجتماعهم بمدينة أنطاليا التركية، اجتماع لمناقشة سبل تعزيز النمو العالمي ألقت هجمة باريس الإرهابية بظلالها عليه. وقد وافق قادة دول مجموعة العشرين على تجديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة وعلى رحلات الطيران المدني في رد فعل سريع على هجمات باريس. جاء ذلك في مسودة وثيقة ستصدر عن قمة العشرين تناقش ملف الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. نعزي أصدقائنا في فرنسا ونؤكد أننا ندرس الخطوات اللازمة لتوجيه رسالة صارمة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله. من جهته تعهد الرئيس الأمريكي بمساندة فرنسا في القبض على المتهمين وبمضاعفة جهود بلاده من أجل القضاء على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. كما اتفق الرئيسان الروسي والأمريكي خلال لقاء أجرياه على هامش أعمال القمة، هو الأول من نوعه منذ شنت روسيا حملتها العسكرية في سوريا، اتفق على الحاجة لعملية انتقال سياسي تقودها سوريا تتضمن محادثات بوساطة الأمم المتحدة وعلى ضرورة إيجاد حل للصراع في هذا البلد. على الصعيد الاقتصادي، بيّنت مسودة بيان مجموعة العشرين أن قادة الاقتصادات الكبرى في العالم تعهدوا باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين النمو الاقتصادي. كما طرحت أزمة اللاجئين على طاولة الحوار، حيث تم الاتفاق على ضرورة تقاسم العبء بين كل الدول من خلال وسائل من بينها إعادة توطين اللاجئين وتوفير المساعدة الإنسانية، مع إبراز أهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وفي لبنان أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اعتقال 9 أشخاص، 7 منهم يحملون الجنسية السورية واثنان آخران يحملان الجنسية اللبنانية، للاشتباه في ضلوعهم في التفجيرين الأخيرين اللذين استهدفا ضاحية بيروت الجنوبية يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 44 شخصا. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. الثنائي الفاضل الجعايبي وجليل بكار يبدعان في عملهما الفني في مسرحية العنف. وفي أخبار الرياضة، وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين التي تستضيفها رواندا مطلع العام القادم. وضعت المنتخب الوطني التونسي الذي سيكون ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من نيجيريا والنيجر وغينيا. وضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تغلب ستير جرزونة بثنائية مقابل هدف على الاتحاد المنستيري، وانهزمت جرومبال الرياضية بهدف دون مقابل أمام نادي كرة القدم بالحمامات، وبهدفين مقابل هدف تغلب أولمبيك الكاف على جمعية جربة، وانهزمت جندوبة الرياضية بهدف دون مقابل أمام الملعب الصفاقسي، وبثنائية نظيفة تغلب هلال مساكين على اتحاد سليانة، وفاز اتحاد سبيطلة على النادي القربي بهدف دون رد. من جهته تغلب سبورتينج بن عروس بهدفين لهدف على ضيفه سكك الحديد الصفاقسي، وحسم التعادل دون أهداف مواجهة أمل حمام سوسة والأولمبي الباجي، واكتفت مكارم المهدية بالتعادل بهدف لمثله مع اتحاد تطاوين، فيما تغلب مستقبل جابس بثنائية مقابل هدف على جمعية أريانا. وفي عالم الكرة الصفراء، منحت الروسية ماريا شاربوفا منتخب بلادها التقدم ب2-1 أمام منتخب تشيكيا في نهائي مسابقة كأس الاتحاد التنس لفرق السيدات، وذلك بعد تقدمها على بيترا كافيتوفا ب2-1 وبواقع 3-6 و6-4 و6-2. وفي الثقافة، العنف بمختلف مستوياته هو موضوع مسرحية فاضل الجعايبي وجليلة بكار، مسرحية تابعناها ليلة أمس في فضائي الفن الرابع بتونس العاصمة. ديكور قاتم ومعجم لغوي وموسيقي يحيلك إلى عالمي الدراما والجريمة، سياقات فنية تابعة في إطارها جمهور الفن الرابع مسرحية عنف لفاضل الجعايبي وجليلة بكار. هذه الأجسام الثائرة والأفواه التي سمت العنف الذي يسكن مجتمعنا بمسمياته، وظفته من أجل التفكير في امتناع الإنسان عن الأعمال الشريرة لتفتح بذلك باب الأمل رغم الوحشية التي تسكن الإنسان حسب طرح المسرحية. تحكي منصور على الأمل اللي لازم المواطن يتحلى به. الأمل احنا نصنعوه، كنا مسؤوليتنا الكل، مسؤولية الفنان، مسؤولية الصحافي، مسؤولية السياسي، وذهول الناس الكل قاعدة تهرب من مسؤولياتهم هالأيامات. هذا الجمهور الذي تابع المسرحية من أولها لآخرها تفاعل مع مضمونها ومع أداء الممثلين. منصت هز العرض، هزنا معاه، وإن شاء الله احنا زاد هزيناه معنا، وعايشونا الواقع متاعنا دو أ جوسكا زيت. كأنهم يحكوا على اليوم وعلى أمس في فرنسا وعلى في باردو. مسرحية رائعة جدا، خاصة جليلة بكار وفاطمة. بعد مسرحيتي يحيى يعيش وتسونامي، هذين العملين اللذين تناولا من خلالهما فاضل الجعايبي وجليلة بكار اتباعا مسألتي التوحش السياسي والفكر الديني المتطرف، ها هما يحثان من خلال هذا العمل المسرحي على أعمال الإنسان لعقله حتى لا يغدو مجرد حيوان. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وحدات من الجيش الوطني تقضي على عدد من الإرهابيين في اشتباكات متواصلة بجبل المغيلة، وتعلن استشهاد عنصر بالجيش الوطني وحجز كمية من الأسلحة. أهالي أولاد السلطنية يشيعون جثمان شهيد الراعي مبروك السلطاني، ورئاسة الحكومة تقر إجراءات لحماية التجمعات السكنية المتاخمة للجبال.
قمة العشرين بأنطاليا التركية تشدد على مكافحة الإرهاب والقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. دائما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفزة الوطنية info@tunisiatv.an. ونذكر دائما أن 73 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.